تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، توج سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أبطال النسخة الثانية من سباق نصف الماراثون البحرين الملكي الليلي للرجال والسيدات. وشهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة منافسات السباق الذي نظمه الاتحاد البحريني لألعاب القوى، وذلك بقرية البحرين الدولية للقدرة بمشاركة كوكبة من أبرز عدائي وعداءات العالم. وأطلق سموه شارة البداية للسباق الذي يمتد لواحد وعشرين كيلومترا ومائة متر. وبعد ختام السباق قام سموه بتتويج أصحاب المراكز الخمسة الأولى بالميداليات والمكافآت المالية. وبعد نهاية التتويج قدم رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى هدية تذكارية إلى سمو الشيخ خالد بن حمد. وبهذه المناسبة أعرب سموه عن خالص شكره وامتنانه لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على رعاية جلالته للسباق الذي يمثل مصدر فخر واعتزاز للأسرة الرياضية، وهو استمرار لحرص جلالته على دعم القطاعين الشبابي والرياضي. وأكد سموه بنجاح النسخة الثانية من السباق بعد حصول النسخة الأولى في عام 2019 على أفضل سباق نصف ماراثون في العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي لألعاب القوى، مؤكدا سموه أن رعاية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه كانت السبب الرئيسي وراء تميز الحدث وظهوره بالصورة اللائقة والمشرفة، يشكل ذلك إضافة في مسيرة ألعاب القوى البحرينية التي شهدت طفرة كبيرة بفضل دعم جلالة الملك المفدى رعاه الله. مثمنا سموه دعم واهتمام صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للنهوض بقطاع الرياضة، كما أشاد سموه بالجهود المتميزة لسمو الشيخ ناصر بن حمد وحرص سموه المتواصل على تطوير الرياضة البحرينية، حيث يأتي هذا السباق الدولي ليترجم على أرض الواقع توجيهات سموه لجعل مملكة البحرين وجهة لمختلف الأحداث والبطولات الرياضية. وعبر سموه عن سعادته الكبيرة بالنجاح الباهر الذي حققه السباق من حيث الحضور الجماهيري والتنافس الكبير بين العدائين وجودة التنظيم والاستضافة والتغطية الإعلامية، مشيدا سموه بالجهود المبذولة من الاتحاد البحريني لألعاب القوى وسعادة السيد محمد عبد اللطيف بن جلال واللجنة المنظمة وكافة اللجان العاملة، معربا سموه عن خالص التهاني والتبريكات لجميع الأبطال والبطلات في هذا السباق، ومتمنيا سموه حظا أوفر لبقية المشاركين في النسخ المقبلة.